مشاهدينا الكرام، في منجزنا القادم جاءت أكاديمية سعادتي الرياضية كإحدى برامج جمعية سعادتي الاجتماعية والمصرح لها من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي، وذلك برؤية خاصة ومحتوى تدريبي رياضي قيمي. مشاهدينا الكرام، هذه الأكاديمية تم الإعلان عن تأسيسها بتاريخ 15 من الشهر الرابع لعام 1444 للهجرة. صاحبه رغبة ملحة من القائمين عليها بتقديم فكرة جديدة تهتم بالرياضة ولكن في قالب قيمي خاص من خلال زرع قيم وتعزيز القيم الموجودة. أيضا استهدف الإعلان فئة المرحلة الابتدائية فقط كمرحلة أولية يتم من خلالها دراسة تطويرية للبرنامج. في هذه المرحلة تم تسجيل أكثر من 300 طالب للاستفادة من البرنامج. أما حاليا فينضم في برامج الأكاديمية 32 طالب ويحظون بمتابعة دقيقة بداية من النقل وصولا لمقر الأكاديمية والاهتمام برفع المستوى البدني لهم من خلال تدريبات رياضية وتعليم لمهارات كرة القدم بمدربين متخصصين، إضافة إلى أن هناك بعض البرامج القيمية واللي يشرف عليها متخصصين في تقديمها مثل سوق الريالات والمكافآت التي توزع على المستفيدين، أيضا برنامج المصلي الصغير وبعض البرامج الترفيهية اللي تستهدف الأكاديمية في المراحل القادمة من خلال تعليم السباحة، أيضا تعليم الحاسب الآلي. ويأتي كل هذا مشاهدي الكرام هو بدعم لوجستي كبير من جمعية سعادتي الاجتماعية، والتي تستهدف في برامجها الاستفادة من أوقات فراغ الشباب وكذلك المساهمة في بناء مجتمع سليم وأجيال مفيدة وتقدم النماء والخير للوطن. مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر حقيقة حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ فهد الراضي، وهو المشرف العام على أكاديمية سعادتي الرياضية. حياك الله معنا أستاذ فهد في برنامج المجد الوطن. حياك الله، حياك الله أستاذ محمد، يا مرحبا ومسهلا، حياك الله أيضا مشاهدين هذه القناة العظيمة الجميلة اللي صراحة نحن من جمهورها من الصغر. الله يعني يديكم ان شاء الله ويوفقنا وياكم ان شاء الله. تسلم استاذ فهد، وحقيقه احنا سعيدين بما تقدمون في اكاديميه سعادتي الرياضيه، واللي حقيقه يعني بدات في يعني طابع ما هو زي الاكاديميات العاديه، واستهدفت حقيقه نوع معين وهو الرياضه. لكن قبل ان نعرج على الاكاديميه، اذا اردنا ان نتحدث عن وش هي اكاديميه سعادتي الرياضيه بشكل عام. الله يحييك اخوي محمد. طبعا زي ما تفضلت طال عمرك، الاكاديميه انطلقت من فكره، احنا بعد تقريبا الفكره هذه استغرقت تقريبا اكثر من 3 إلى 4 سنوات ننظر الى الميدان ما هو الاكاديميات الموجوده، قلنا لابد اذا ان شاء الله خرجنا باكاديميه يكون هناك اكاديميه مميزه تكون فارق عن الأكاديميات الموجودة في الرياض. يعني نتكلم عن منطقة الرياض لأننا نحن بالعاصمة، والعاصمة يعتبر تحدي كبير، كثرة يعني المستفيدين وكثرة الطلب، فهناك لابد أن تقدم شيء يعني ريادي ولابد تقدم شيء قيمي، وهذا هو يحتاجه الآن الناس صراحة. والحمد لله رسمنا منهج خاص لهذه الأكاديمية، منهج المرحلة الابتدائية. طبعا وضعنا أول مرحلة أولوية هي تكون المرحلة الابتدائية لمدة 3 أشهر، من بعدها إن شاء الله ندخل في المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوي حتى يكون إن شاء الله إلى تهيئة. طبعا هدف من الأكاديمية أخوي محمد والمشاهدين الكرام ليس فقط مو هدف الربح، لأن مظلتنا الجمعية والجمعية تعتبر غير ربحية، القطاع غير ربحي، ولكن الهدف هو زراعة القيم وتعزيز القيم. جميل. كيف يعني يكون مستفيد الأكاديمية يكون عندهم شخصية، يعني الهدف منها تكوين شخصية الطفل، الجرأة في الكلام، اتخاذ القرار، مهارات أيضا جميع الرياضة سواء من كرة القدم سواء من السباحة وأيضا من التعليم من الحاسب الآلي، وإن شاء الله داخلين على بعد فترة إن شاء الله في دورة اللغة الإنجليزية إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله. في عدة برامج وشيء يعني تتميز فيها الأكاديمية. جميل. الحمد لله يعني الآن استغرقنا يعني تقريبا خلال الشهر التأسيس، والآن الحمد لله يعني في طلب حققنا يعني شبه يعني الهدف، وصلنا للبرامج اللي نريدها صراحة، والحمد لله المرئيات طيبة من أولياء الأمور الموجودين الآن، نطمح إن شاء الله إلى. جميل أستاذ فهد، حقيقة جهود مميزة تبذلونها، لكن معلش أنا ممكن يعني استعجلت في هذا السؤال، خلني أرجع معلش شوي وراء. جمعية سعادتي أصلا يعني الاسم غريب حقيقة، جمعية سعادتي يعني
يعني في العادة تعودنا على أسماء مثلاً لتخصصات معينة طبية صحية تقنية، لكن أنتم حد يعني تخصصتوا في السعادة، إيش تقدم الجمعية أصلاً؟ بعدين خلنا نتجه للأكاديمية. الله يعافيك. طبعاً الأكاديمية زي ما تفضلت شيء غريب طبعاً الحمد لله. لا أنا أقصد الجمعية. إيه نعم، المركز الوطني الآن توجه إلى الجمعيات التخصصية. جميل. زي ما تفضلت من أول كان هناك جمعيات عامة تشملها شبابية وغير تخصصية. هذه الجمعية جمعية السعادة الاجتماعية، هذه تخصصية للشباب، الشباب معناها الذكور والإناث. جميل. من 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 الأطفال حتى يعني سن الشباب فما فوق 35 36. هذه تستهدف الجمعية لتصريح المركز الوطني للتنمية الغطاء غير ربحي. حلو. طبعا تقوم الجمعية على أهداف معينة، تمشي على تعليم، تمشي إلى 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 مهارات، تكون أيضا على 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 عدة يعني مسارات تمشي عليها الأكاديمية. والهدف صراحة هو الأولى واللي توجه له الجمعية هو طول عمرك أن يكون بناء صف يعني تهيئة سوق العمل، رفع الحاجة عن كثير من الشباب. الحمد لله الآن يعني الأكاديمية غير نشاط الأكاديمية اللي تشرف عليها الجمعية عدة نشاطات، ليست نشاط واحد، يمكن تقريبا أكثر من 30 أو 40 نشاط ومشروع، وكلها الحمد لله يعني يعني لها أثر الآن في الميدان وفي بعض الأحياء اللي هم الغير قادرين. يعني من الأهداف اللي يعني رشت عليها الجمعية من اللي هو المركز الوطني طبعا هي 3 أهداف، وثم هذه المشاريع كلها تنزل إلى 3 أهداف. جميل. عندك طالع عمرك اللي هو تعزيز القيم والسلوك، هذا أول هدف تعتز فيه الجمعية اللي هو الإيجاب للشباب. عندك طالع عمرك الثاني اللي هو تمكين ثقافة عناية الأسرة بالشباب. عندك الهدف الثالث تقديم برامج ومبادرات تهدف لاستثمار الشباب بشكل إيجابي. الحمد لله احنا العام الماضي الحج عام 1443 شاركنا اكثر من 200 متطوع طبعا من الشباب السعودي قدم في الحج اللهم لك الحمد ما شاء الله. في وسط المشاعر متطوعون كلهم اتفاقيه مع وزاره الموارد البشريه وزاره الحج والعمره. وايضا عندنا اكثر من 200 هيئنا اكثر من 200 مهندس من الجنسيه الباكستانيه ما شاء الله شاركوا ايضا في الحج لارشادات وتوجيه الزوار والحجاج. ما شاء الله تبارك الله. اتفاقية قادمة بإذن الله، أعمال إن شاء الله تبارك. هذا اللي هو يشرف عليه الجمعية. جميل جميل. ما شاء الله تبارك الله، حقيقة والله جهود مميزة وجهود رائعة، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الجهود. وحقيقة الاسم جاذب وبالفعل يعني اليوم، وأعتقد أنه هو من مستهدفات رؤية المملكة 2030 هو تحقيق جودة الحياة، ولن تتحقق جودة الحياة إلا من خلال يعني مثل هذه البرامج ومثل هذه الجمعيات التي تقوم حقيقة على التمكين والتأهيل وتقديم حقيقة البرامج والاستثمار في الأشخاص بما ينعكس بكل تأكيد على سعادتهم. طيب في الأكاديمية أنتم استهدفتوا يعني هي أكاديمية سعادتي الرياضية. الرياضية إيش تشمل؟ يعني أنا ما شاء الله أنت في أثناء حديثك قلت لي إنها تشمل في دورات للحاسب الآلي، في دورات في اللغة الإنجليزية، فيه يعني سباحة، في غيرها يعني من الرياضات. هي ليست متخصصة فقط يعني في مثلا كرة القدم صحيح؟ شوف هو الأصل احنا نقول ان الأصل هي الرياضة. جميل. هو الأصل الرياضة تحتها عدة مسارات. يعني عندك تعليم السباحة هذه أصل الرياضة. عندك طال عمرك المهارات كرة القدم، طبعا كرة القدم والمهارات الرياضية تشملها عدة، تنزل تحت تندرج تحتها اكثر من صحيح. مسار. في بعضهم يعني يحب تخصص حراسة، بعضهم يحب تخصص مثلا الهجوم، بعضهم فقط دخوله كلياقة، بعضهم يعني حتى في الشركة محمد احنا عندنا الآن بعض الرعاة الآن يقدمون لنا، بعض الأندية يقدمون للأكاديمية مثل هذه التقنيات، يختارون بعض اللعيبة يوصلون معهم عقود، يعني أمور كثيرة يترتب عليها. احنا من ضمن يعني احنا نسميها كحشو، حشو البرنامج، حيث يكون احنا مو برنامجنا ممل، هو 4 أيام في الأسبوع. وضعنا يوم واحد في الأسبوع اللي هو يوم السبت. هذا يوم السبت مو رياضة، هذا كله ترفيه. ترفيه كامل. يعني مسابقات استقطاب يعني اللي هو فرقة ترفيهية مختصة لهم، تنمو يعني احنا ننمي الفكر عنده، ننمي الذكاء، ننمي يمكن بعد شفت في المقطع الفيديو اللي هو دورة عن صلاة القلوب هذه تملكها الجمعية. كيف الطفل يعني يعتمد على نفسه يكون يعني
يعرف شروط الوضوء والطهاره وكيف يتوضا، كيف يكون على الصلوات، كيف يكون اخطاء في الصلوات، هذه بعض المسائل الفقهيه المسهله للطفل يعني على 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 نفس العمر يعني يسهل لهم. ما شاء الله، يعني احنا نسميه حشو برامج. ما شاء الله ما شاء الله، حقيقه مو بالريتم واحد. جميل جميل جدا، ما شاء الله تبارك الله، هذا الجهد اللي تقدمونه. طيب اذا اردت ان اسال عن تفاعل المستفيدين، يعني اليوم انتم حقيقه يعني حددتم شريحه مستهدفه وطلاب المرحله الابتدائيه تحديدا في الاكاديميه، كيف يعني شاهدتم تفاعل الطلاب معكم المنتسبين للجمعيه؟ والله يا اخي الطلاب يعني اكيد كل ولي امر يعرف ذلك، يعني احنا عندنا صراحه الان طلب كبير جدا في التسجيل، والان اجلنا اغالب التسجيل بعد الاختبارات، لان عندنا برنامج يمكن هذا بعد نقول لكم الان وهذا حصري. ما شاء الله. طبعا عندنا اسبوع اسمه اسبوع الترفيه، استغلال وقت الاجازه من تاريخ 2/5 هجري الى 7/5 لمده 6 ايام. ما شاء الله. طبعا هذا يعني نسميه احنا صقيع سعادتي. صقيع. كانه يعني داخل في مدينه ثلجيه وست ايام، يكون من الساعه 2:30 الظهر حتى 9 مساء. طيلة اليوم هذا من سواء من هدايا، من جوائز، سبقات، من برامج تقييمية، من برامج رياضية لمدة 6 أيام، هذا نسميه احنا التقيع سعادتي. هذا فقط حق الأسبوع التربية هذا يسمونه. ما شاء الله. هذا مقدمة أيضاً بعد عاد نستقطب العدد الجديد واللي هو، أما التفاعل الحمد لله تفاعل كبير جداً، وفي كثافة سكانية عالية جداً يعني الحمد لله في العاصمة، وطلب كبير جداً، ولا يخفاك يعني الطفل مثل هذا العمر إذا ما يعني كان عنده يعني وخارج للناس ومنذ صغره وتحدث مع الناس وعنده الثقة في النفس، بإذن الله عندما يصل العمر بعد المتوسط والثاني يكون عنده جرأة في الكلام، بلا شك بلا شك صحيح، في الشجاعة في القوة في كل شيء. جميل بلا شك صحيح. وهذا كثير من الأمور الآن يعانون من أولياء من بنائهم من الانفصام الشخصية، من الجوالات، من البرامج اللي هو التواصل الاجتماعي، فصار هو فقط انحيادي يعني دائما الحالة وما يقابل الناس، ما عنده مقابل جمهور، وهذا الكثرة الحادث هو هذا هو يختلط في مجتمع آخر. صحيح صحيح مثل هذه البيئة الآن. صحيح. ما شاء الله تبارك الله، حقيقة أستاذ فهد يعني واضح أنه يعني ردة الفعل الإيجابية مشتركة ما بين سواء الطلاب المسجلين أو حتى أولياء الأمور حقيقة. نعم. يعني وهذا هو أعتقد أنه المعيار الرئيسي اللي من خلاله تقدرون تقيمون نجاحات البرامج اللي تقدمونها. في الختام إذا تسمح لي أستاذ فهد، ودي أسأل سؤالين مشتركة. جيد. السؤال الأول، إيش اللي تطمحون له من خلال هذه الأكاديمية؟ إلى ماذا ستصلون؟ الأمر الثاني حقيقة وهو سؤال يعني يتردد كثيراً، هل ممكن أنه نجد فروع لهذه الأكاديمية على مستوى يعني منطقة الرياض؟ لأنه أنت عارف ما شاء الله العاصمة الرياض كبيرة، وقد يصعب يعني مثلاً وجود فرع واحد، هل ممكن نجد يعني فروع في مختلف مناطق الرياض، شرق، غرب، جنوب، في الوسط؟ هل ممكن أنه نجد ذلك؟ وإلى ماذا تطمحون أنتم من خلال الأكاديمية؟ الله يعافيك أخي محمد، صراحة أنا السؤال الأول فعلاً كلام في محلة. الهدف والطموح كبير وعالي جداً، إحنا صراحة هدف الأكاديمية وهذا اللي أسس عليه، يعني يمكن كثير من الناس تستغرب من السعر، لأن السعر رمزي وموجب يعني لو يقيسها بالأكاديميات الأخرى. يعني الأكاديميات الأخرى غالباً 3 أيام فقط، إحنا 4 أيام وفي كثافة يعني فيه كثرة المدربين والأساتذة اللي يقدمون كلهم كوادر، وكلهم يعني الحمد لله غالبيتهم سعوديين اللهم لك الحمد. الامر الثاني طال عمرك الهدف اللي نوصل له صراحه ان احنا نخرج بجيل انه يكون يعني اكاديميه سعادتي تكون تتفوق وتصنع رجال وشباب يكون قيمي يعني باذن الله الواحد الاحد، يعني سواء من اخلاقهم سواء من تربيتهم سواء من حتى انعكاسهم على اولياء امورهم. هذا هو اللي صراحه نطمح له وهذا هو الهدف. وحنا صراحه هذا شعارنا احنا في الاكاديميه، ليس الهدف الكم انما الهدف هو الكيف، وهذه السياسه نستخدمها احنا في بدايه ايامنا هذه، لان جميل. العدد سهل، نقدر نجيب اليوم اكثر من 100 200 300 لاعب صحيح، ولكن هذا ليس هو الهدف. الهدف ان كيف احنا نمرر او نعطي برامجنا القيميه يطبقونها الشباب يحصلون عليها، هذا هو الهدف الاصلي. الله يبارك. من ناحيه الفروع طال عمرك نعم على عجاله استاذ فهد، عندنا اكثر من 3 فروع، في عندنا فرع الان لحد الان لم ينتهي منها، لحد الان ما انتهينا من اتفاقيته ما شاء الله، هو في الخارج ما شاء الله ما شاء الله، تدخل داخل منطقه الرياض والجمعيه نطاق منطقه الرياض، نطاقها منطقه الرياض. في فروع ايضا ثانيه طلبوا منا ولكن احنا رفضنا وقفنا، قلنا اول شيء ننتهي من هذا النموذج
بعد 3 شهور احنا نسوي ان شاء الله مؤشرات ما شاء الله، بعد جوله دراسه نجح النموذج فتحنا الفروع الاخرى باذن الله. ينجح هذا النموذج استاذ فهد الراضي وانت المشرف على اكاديميه سعاده الرياضيه، شكرا لك على انك تضيف معنا في المجد الوطن. الله يعافيك. تحدث عن هذه الأكاديمية المميزة اللي تتبع لجمعية سعادتي، حقيقة يعني جهد مميز، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الجهود. مشاهدينا الكرام، مجازاتنا الوطنية.